القصة قد تكون رمزية وقد تكون أصولها حقيقية، لكن من باب العبرة أنه فقصص القصص لعلهم يتفكرون. قصة وصلتني عبر الإيميل، عنوانها الكوخ المحترق. خلاصتها أن رجلا كان في سفينة، غرقت السفينة نتيجة مشاكل في البحر، فمات كل من عليها إلا شخص واحد. أخذته الأمواج إلى جزيرة، أصبح الآن ينتظر الموت، لا يوجد بشر ولا طعام ولا شراب. فقبل أن تنتهي حياته أخذ يبحث فوجد جدولا صغيرا من ماء، فأخذ يشرب فلم يمت. ثم أخذ يبحث قليلا فاستطاع أن يجد أرنبا هنا أو شيئا يؤكلها هنا، فبقي عدة أيام بين الموت والحياة حتى تمكن من بناء كوخ صغير من أشجار خشب يقيه حر النهار وبرد الليل. وبالكاد بعد أيام تمكن من اصطياد أرنب بعد أن كان يأكل أوراق الشجر. بالكاد تمكن من إيجاد شيء يشعل به نارا، فكانت فرحته تعادل الدنيا كلها أن تمكن من بداية شوي أرنب بعد أن أشرف على الموت في هذه الجزيرة. في هذه الأثناء وهو يشعر أن الدنيا كلها لا تساوي هذا الأرنب الذي يشوى لأنه سيأكل بعد أيام من انتظار الموت، أخذ ينتظر هذا الأرنب حتى يشوى، فأخذ يمشي على شاطئ الجزيرة، فأخذته غفوة، فاستيقظ بعد فترة على صوت النار، وإذ بالنار قد حرقت الأرنب وحرقت الكوخ وانتهى كل شيء عنده. فالآن من شدة ضيقه وغضبه أخذ يقول ما يلي والعياذ بالله، أخذ يصيح على الله ويقول: يا رب، ما الذي فعلته لك حتى تفعل بي هكذا؟ يا رب، ما الذي جنيته؟ ما الذي قصرت به؟ لما تفعل بي هذا؟ لما؟ وأخذ يصيح من شدة صياحه وضيقه وبكائه، أخذته غفوة. لم يستيقظ من غفوته إلا وشخص يوقظه فصعق: من أنتم؟ قالوا: نحن سفينة كنا في عرض البحر. قال: فكيف عرفتم أني هنا؟ قال: رأينا دخانا فعرفنا أن هناك شخصا فأتينا لإنقاذك. فكانت عنوان القصة: إذا رأيت كوخك يحترق فلا تظنن الله قد تخلى عنك. Ah, 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 ah